المحطه الجميله اللي واجهتني محطات كثيره اليوم. طبعا كنت متميز كثير في الرياضه، شاركت اول مره في حياتي في ماراثون في 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 الشارجه، حصلت على المركز الاول. كذلك بعد بشهر كان في بطوله كره قدم، فحصلنا المدرسه نفسها حصلنا على المركز الاول، فاكيد هذا اعطاني دافع للرياضه نفسها. واحلى موقف صار معاي في وانا في طفولتي، كنا خسرانين يمكن 3-0 في كره قدم، فحاولت ان نتغلب على الفريق الثاني، فعلى يمكن اخر يمكن 80 دقيقه كنا متعادلين، وعلى اخر يمكن دقيقتين سجلت الهدف انا، فاستانست في هاي اللحظه. فهاي كانت فرحتي، كانت صغيره وايد، كانت حلوه. طبعا اكيد اول شيء الدراسه، اول شيء العلم اقدر اقول، لان الدراسه هي الاساس الحياه. وطبعا الشيء الثاني هي الرياضه اللي انا متجه فيها، هي رياضه الجيجيتسو. الوالد كان يعطيني دافع كثير في رياضة الجيجيتسو، كان يقول لي استمر في الرياضة، هاي رياضة مناسبة لك أنت. فساعات كنت شوية أتغاضى عن التمرين، فكان يرص علي كل يوم، كان يوديني التمرين أتمرن ويقول لي اجتهد وحاول أنك تستمر في الرياضة هاي. وأنا طبعا ما كنت مستمر بشكل جيد، فكان يعاقبني باشياء ثانيه، كان يقول لي الرياضه الوحيده اللي تنفع لك وانت حاول انك تجتهد فيها. لله الحمد انا كنت اشوف الرياضه هاي سنه 1998، كنت اشوف ابطال العالم كانوا متواجدين في ابوظبي، كانت بطوله ADCC لسيدي صاحب السمو الشيخ محمود بن زايد، تابعتها في التلفزيون. أنا من النوع اللي يحب رياضات الفنون القتالية، فشفت اللعبة وايد حلوة وحاولت أني أمارسها وأنا كنت صغير، وشفت هاي اللعبة مناسبة لي. كنت أقول يوم من الأيام حلمي أكون بطل عالم، كنت أرقد وأقول حلمي أني أكون بطل عالم. واليوم الحمد لله رب العالمين، توفيق من رب العالمين، توفيق من شيوخنا، دعم من شيوخنا، دعم من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، دعم من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. هذا الدافع اعطاني دافع كثير للرياضه هاي. لله الحمد مستمر على هاي المسيره هاي في رياضه الجيجيتسو.